العراق وإيران دولتان متجاورتان في يعني تربطهما حدود أكثر من 1400 كيلومتر، وحدودها برية وشاسعة ومترامية الأطراف. يعني فيما يتعلق بالسياحة الدينية، تم رفع تكاد تكون تم رفع يعني فيزة الدخول للبلدين بطريقة سلسة وبطريقة تضمن الانسيابية. فضلا عن ذلك، العراق يعني للآن لم يتم تفعيل السياحة الدينية فيه إلى حد توازي هذه السياحة، ويعني يعني تقيسها من حيث المورد الرئيسي وهو النفط. العراق لا زال هو دولة ريعية يحتاج إلى موارد أخرى، وكما عبروا عن السياحة أنها نهر من ذهب، لكن على القائمين عليها أن يستثمروها بطريقة تدر منافع وتدر أموال وأرباح كثيرة للعراق. بمعنى أنا أتمنى أن يتم فرض مزيد من الرسوم على الزائرين الأجانب ومن بينهم الإيرانيين، لأن العراقيين يعني ليسوا دائما بهذه الكثرة العددية التي يتم تبادل وتبادل الزيارة البينية بينها وبين إيران أو بين غيرها. كذلك على هامش هذه رفع الفيز، أتمنى على باقي الدول العربية المتاخمة والمجاورة أن تقوم برفع الكلف ورفع الفيز فيما يتعلق بينها وبين العراق، بمعنى أنه أن تحذو حذو إيران وأن ترفع يعني الفيزا، وأن يعني أن ترفع هذه الرسوم بينها وبين الأردن، بينها وبين تركيا، بينها وبين الكويت، بينها وبين جميع الدول المتاخمة للعراق. والعراق الآن يعني دولة مكلومة للتو قد نهضت من جراحها ومن آثارها الوخيمة عبر مقاتلتها لحرب داعش بعد التغيير، سيما بعد 2003. أما فيما يتعلق بمحاربة المخدرات، أنا لا يعني حقيقة أقول قطعا المخدرات ليس لها علاج، حتى وإن كانت هناك عمليات كبيرة. يعني خذي مثلا جهاز الأمن الوطني يكاد يكون اختص بالآونة الأخيرة بمكافحة الجريمة المنظمة التي من شأنها أن تبث روح السموم وأن تبث القتل وإفساد المجتمع وتنخر عبابه عبر مزيد من عبر تبادل يومي وبكميات كبيرة المخدرات. يعني الأمن الوطني بمعدل يومي أكثر من 25 كيلوغرام يوميا تتمكن من الاستيلاء عليه. لماذا؟ لأن الحدود مشرعة بين العراق وسوريا، الحدود رغم أن قيادة العمليات المشتركة وضعت عراقيل كبيرة جدا لضبط الحدود البالغة 605 كيلومتر بين العراق وسوريا، لكن هذا أيضا لا يمنع المهربين والتجار من التبادل. التبادل ارتقى إلى مستويات تطورت عبر طائرات الدرون، تطورت عبر البغال، عبر الحمير، عبر وسائل يبتعد يعني يبتعد الأشخاص عن الدخول في إتونها للحؤول دون القبض عليهم ومسكهم. لذلك موضوع المخدرات موضوع شائك وموضوع يحتاج إلى إعادة نظر فضل. واسعة ليس فقط من قبل الجانب الحكومي والأمني، بل من قبل المجتمع بالمجتمع.